يعني نبتدي نورد من بكره؟ كتر الف خيرك. طب بالنسبه للشيك؟ خلاص ماشي، انا في انتظارك. طيب يا فندم، مع السلامة. مع الف سلامة. من مين الورد ده؟ مني يا حبيبي. يا حبيبتي يا روح قلبي، للدرجة دي بتحبيني؟ معلش سيبيني مع المدام شوية. حاضر يا فندم. عجبك الورد؟ ده يجنن. أشمه ولا حطالي في سم هيدخل مناخيري؟ لا اطمن، زيارة غريبة مش كده؟ والورد أغرب. أنا جايبهولك عشان أقولك برافو. حقيقي برافو. لعيب يا ولد. مش كده برضو؟ أنت إزاي قدرت تقولي الكلام الحلو ده وترسم تعبيره على وشك بالإتقان ده؟ تصوري أنا نفسي مندهش. تخيلي لما الواحد يحصل له مصيبة، مثلا يعني حد عمل فيه حاجة وحشة، ندلة خانتني، شر واتسلط عليا، تخيلي ان الحاجات ديت بتستفز العقل، بتخلي المخ يتفتح، بتحصل له حالة استنفار ويقظة، المخ بيكتشف ان في معاني وطاقات جديدة جواه ما كانش مكتشفها قبل كده. يعني الشر اللي اتعاملنا بيه معاك فادك؟ فادني بس؟ ده فادني وخلاني افكر واداني خبرة، ده خلاني عملت حاجات ما كنتش اتخيل في يوم من الايام اني ممكن اعملها. الواجبات معاك؟ طبعا. بتعمل بيها ايه؟ والله شوفوا هتدفعوا فيها كام وخدوه. بس دي بتاعتهم. دي ضايعة منهم وأنا اللي لقيتها. مش يمكن تكون سرقتها؟ هما بعتينك مندوبة عنهم تتفاوضي معايا. لا، أنا لسه بيعهم دلوقتي حالا، وهتكلم بقى بنفس الأسلوب اللي انت كنت بتكلمني بيه. اللي انت عملته معايا خلى مخي يتفتح ويحصل له حالة استنفار ويقظة، واكتشفت اني عشان ارتاح واهدى واحس ان انا ست محترمه قدام نفسي لازم ابعد عن العصابه دي، ومش بس كده وابلغ عنهم كمان. الله الله الله، ده انقلاب بقى. وانت السبب في الانقلاب ده، خلتني اراجع نفسي واصحح العك اللي كنت بعكه طول حياتي. انا جايه بس عشان اقول لك معلومه صغيره قوي. لو لا سمح الله البوليس جاي يقبض عليك، تعرف اني انا اللي بلغت عنك. سلام. حسن بيه، البوليس هيجي ويقبض عليا، اوعى تسمح بحاجه زي دي. انا مش وش بهدله. يا ريت تبلغ سيادة اللواء ان انا خلصت. حاضر يا فندم. ايوه يا مدام بس اتفضل. انا كتبت لحضرتك كل اللي اعرفه عن العصابه وعن جوزي اللي اتقتل وعن اختي وجوزها اللي ماتوا، تاريخ حياتي كلها. عظيم عظيم. طب يا فندم، انا مطلوب مني اي حاجه تانية؟ المطلوب منك انك تبقي على اتصال بينا، واي معلومات جديده تعرفيها عن العصابه تبلغينا. طبعا طبعا يا فندم. وعلى فكرة أنا كتبت كل اللي أعرفه عن الاسم مبروك ده. عظيم. على فكرة يا مدام بسمة، أنا مبسوط منك قوي، وكويس إنك لحقتي نفسك وجيت تبلغ. يعني أفهم من كده يا فندم إن أنا مش هتحاكم؟ علشان جيتي بنفسك وتوبتي زي ما بتقولي، وعلشان هتقدمي لنا معلومات تفيدنا في القبض على العصابة، هنعتبرك شاهد ملك. متشكرة قوي يا فندم. هسألك تاني، متأكدة إن مفيش حد كان ماشي وراكي من العصابة وعارف إنك جاية لهنا؟ لا طبعا يا فندم، ده أنا جاية بتاكسي. عظيم. وإحنا كمان متأكدين إن مفيش حد مشي وراكي طول السكة من بيتك لحد هنا. وحضرتك عرفت إزاي إن أنا جاية هنا؟
في شخص موجود معايا هنا هيقول لك بنفسه. دخلوا الأستاذ. مساء الخير يا بسمة. ايه ده؟ مين ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لحقت نفسك وجيت تعترف. الأستاذ مبروك معانا من زمان. من البداية خالص. البداية؟ يا ابني. سيبتي اللي هو واقف، أنت فاكرة نفسك في البيت ولا إيه؟ يعني عليك يا عم مطيع، والله كان راجل طيب. كان خلاص بقى فعل ماضي. حرام عليكي. ما تفوليش عليه، ده لسه ما سبعتش. على رأي المثل جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش بطرح. ادخل. بابا مال خير؟ في ايه؟ ما تتخضش يا حبيبي، بسم الله ما شاء الله عليك، ما فيهوش اي حاجه، نايم زي الفرس قدامك اهو. ما فيهوش اي حاجه ازاي؟ ده جات له جلطه قهر على فلوسه. اصل حبي شركه مبروك، اصل مبروك بقى مدير شركه كمبيوتر كبيره قوي، وكان عنده طلبيه ومحتاج فلوس. ام باباك بقى عارف انها ليها مكسب كبير وبتاع، قام جري على مبروك عشان يشارك. وبعدين قال ايه؟ مبروك طلع بيتاجر في المخدرات، والشركه دي غسيل اموال. اموال؟ قصدي اموال. اما ابوك اتقهر على فلوسه دمه اتجرى. يا نهار اسود ومنيل، مخدرات ده لفت نظري طبعا. يا ابني يا حبيبي الله، ما انت عارف تشكر، دايما بتبالغ كده. مخدرات ايه؟ مفيش مخدرات ولا حاجه. دفع كام بقى في الشركه دي؟ 200,000 جنيه. نعم يا اختي 200,000 جنيه؟ وانت ازاي يا طنط الحرادية تخش شريك في شركه زي دي؟ انا يا اخويا ما حرطتوش ولا حاجه، وهو قدامك اهو متلقح، لما يبقى يفوق ان شاء الله بعد 24 ساعه بساله وهو هيقول لك. يا سلام، كنت عايزين تموت ابويا. احنا مالنا ومالكم؟ يعني اتجوزت الراجل في اخر ايامه عشان شغال في تجاره المخدرات. مخدرات ايه يا حبيبي؟ الله، حاسب على كلامك. حاسب انتوا بقى بعيد عننا. والله العظيم لو ابويا جرى له حاجه لا اروح فيكم في 60 داهيه. ولا يا مدحت، انا سكت لك من الصبح ومش عايزه اطول ثاني عليك عشان ابوك المتكوم ده. بلاش يا تشكر، ايدك تقيله. ما انت طول عمرك في سنك طويل متبر مني. ايه الجديد؟ اه صحيح، ايه الجديد؟ ما احنا عشره عمره عارف عننا كل حاجه. وبعدين خد هنا واقف، مين دول هتروح فيهم 60 داهيه؟ ها انت؟ وهوريكم حاجه، هطلب لكم الشرطه وابلغ عن جوزي وهتهمكم كمان بسرقه ابويا. لا يا حبيبي مالكش انت دعوه بالشرطه، سيب الشرطه دي عليا انا. مش ده تليفونك؟ اهو. الاوضه هنا اهو ما فيهاش سيجنال، انزل طلب البوليس من تحت. انت عملت ايه؟ انت قلت الادب. وانت عديم الادب. وانا وهي. وبعدين لولا انك نزلت